اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وزي ما قلنا لكم قبل الفاصل التوقيت مهم جدا، البطوله على درجه كبيره من الاهميه. عشان كده بدايه من هذه الحلقه هيكون معانا دايما ضيوف اعزاء في المنطقه المهمه، كاس الامم الافريقيه، المنتخب الوطني، كل الاستعدادات. خلونا نرحب في البدايه بالكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير وعضو مجلس النواب استاذ رضوان الزياتي، مدير تحرير الجمهوريه. اهلا بك يا استاذ. اهلا بك يا استاذ ابراهيم، ورحب بالكابتن عادل طبعا. منور سنه طيب فن الله يخليك. وايضا في الحديث عن مستقبل الكره الاهلاويه، واحد من صناع هذا الجيل المهم جدا اللي كل الجماهير بتترقبه، الكابتن عمرو انور، المدير الفني لشباب الاهلي. اهلا بك كابتن عمرو. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم، وانا سعيد اني موجود مع حضرتك ومع كابتن عدلي ومع الاستاذ رضوان. يعني بقى لنا فتره ما تقابلناش، فانا يعني فرصه والله. اهلا بيك يا عمرو، نجوم الزمن الجميل. ربنا يبارك في حضرتك. من الموهوبين يعني، الموهوب لا لعيبه الكره القليلين، احترام ادب واخلاق وكوره وكل حاجه في الكابتن. حقيقة يعني كابتن عمرو كمان من المدربين الواعدين الذين يعني أرى فيهم مستقبل مهم جدا في الكورة يعني. إن شاء الله. ولما كان له تجربة رائعة في السعودية أظن أنت مسكت الاتحاد فترة لوحدك وعملت فيه نتائج اتحاد جدة. الحمد لله مرتين سنتين ورا بعض. وعملت نتائج مبهرة اثناء توليك، خصوصا الموسم الثاني يعني السنة الثانية. الحمد لله يعني الفترة اللي انا مسكتها سبتهم اول الدوري الحمد لله. هو في وصفة ليكم انت وعادل عبد الرحمن في الاتحاد وفي السعودية وفي الجيل ده تحديدا؟ ما احنا يعني هم الاثنين ارتبطوا مع بعض كلاعيبة بالظبط، وكمدربين راحوا في نفس المنطقة. هي عشان الفرصة لما جت هناك وجت لنا احنا الاثنين يعني الحمد لله، والحمد لله احنا الاثنين عملنا يعني نتائج كويسه. فالنتائج عملت اسم كويس، فالحمد لله عملت سمعه. موفقين دائما، ولذلك هو اختيارك في الاهلي لهذا الجيل الصاعد صادف اهله. لكن احنا النهارده كنا بنقول يعني ان وقد بدات ارهاصات بطوله الامم الافريقيه على ارض مصر، لا شيء يعلو عن صوت مصلحه المنتخب القومي، لان في شعب ينتظر السعادة الكروية. تابعتوا المباراة الودية مش كده؟ طبعا المباراة الودية طبعا مباراة جيدة، يعني بروفا او تجربة، بنقول يعني مش ما بنقولش انها مباراة ودية، بنقول هي تجربة وتجربة جيدة. بس انا عايز اقول قبل ما ندخل في تفاصيل القصة، عايزين نخلي كده ننحي مجلس إدارة اتحاد الكرة على جنب ونمسك في منتخب مصر. ده منتخب مصر لما قال الكابتن عادل كده، لا صوت يعلو فوق صوت المنتخب، والبطولة دي بطولة مصر سواء تنظيميا أو حتى منتخب مصر. منتخب مصر ده مش ملك اتحاد الكرة. اتحاد الكرة ده خلاص أنا وصفته وصف كده أنه هو مجلس فاشل وخليه على جنب. والحمد لله أن الدولة لما شكلت اللجان لم تستعن بحد إلا رئيس اتحاد الكرة، عشان الشكل قدام العالم أن رئيس اتحاد الكرة موجود في اللجنة المنظمة. لكن بقيه المجلس مع احترامي للجميع طبعا خرج بره القصه في موضوع التنظيم. عايز اقول ان المنتخب ده لازم كلنا نقف وراه، ما نحطش بقى مشاكل المجلس الفاشل ده لا يتحملها المنتخب. لا ما نحطش احنا، نحط دي قصد دي. المجلس ده فاشل وخلاص، والدوله ركنته في بطوله كاس الامم، وجماهير مصر كلها واول ناس يكونوا دعم وسند للمنتخب هم جماهير الاهلي. ودايما زي ما انتوا قلتوا ان جماهير الاهلي هي العصب الرئيسي لجمهور مصر. طبعا هي المكون الاساسي لجمهور مصر، وهي المساند الاول طبعا للمنتخبات الوطنيه. طبعا خلاص ده ده دي 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 حاجه لازم مقدمه كده ناكد عليها ونشير ليها. بالنسبه للمنتخب، المنتخب الحمد لله النهارده كانت البروبه، برغم طبعا غياب النجوم الاساسيين وفي مقدمتهم نجمنا الكبير محمد صلاح. وعايز اقول حاجه على محمد صلاح، عشان برضو في ناس كلمت كتير وان هو بيطلع ويتصور وبيتفسح والمنتخب بيعمل معسكر. يا جماعه لازم الجميع يفهم ان صلاح توقيت له برنامج ماشي عليه، نادي ليفربول حاطط له برنامج وماشي عليه بما لا يخل باستعداده مع المنتخب. ده يكاد يكونوا قالوا له روح اصطاد سمك. والله لا يا باشا، الصور اي حاجه الا كره القدم يا باشا. مش حته هو بيقول له ان انت لازم تقضي اجازه
يعني اجازه زي ما الكتاب بيقول. اصل هو مش محمد صلاح بقى، ما دي المشكله. بس قالوا له على السمكه دي لحسن شارب نفسه. السمكه دي خليني بخبراتي كده، السمك اسمها حصان. ودي وهي في الميه بتبقى ملونه الوان بديعه جدا، اول ما تطلع تبتدي تاخد اللون الفضي بعد دقيقتين ثلاثه. وما بتبقاش بالحجم ده، يعني هو عامل رقم محترم جدا، ما بتبقاش كده بالحجم الكبير ده. فده حاجه على الماشي كده. فاذا احنا لازم نفصل بقى، احنا ناس مش متعودين على النظام. هم بيقول له تاخد اجازه وتعمل تستجم. ليه ما يجيش يتعزم مع اولادنا؟ وده ما احنا بنعزم اولادنا. تيجي انت مثلا الناس برضو صلاه العيد عايزين، طبعا الراجل كان نفسه يصلي العيد في هدوء وكده، ما عرفش يصلي العيد لان كله جاي 3 مليون واحد عايزين يتصوروا معاه في وقت واحد، صعب يعني. هنا برضو مش عارف الراجل راح يقضي اجازه في الجونه ولا في البحر الاحمر وبتاع، كل الناس يعني ازاي يعني هو يروح يتفسح والمنتخب. طب بعيدا عن الكوره بقى، صوره زي دي لما تتشير على مستوى العالم، ده اكبر وزاره السياحه تدفع فيها كام؟ والله وزاره السياحه لو قعدت، قال ان دي في الغردقه او في الجونه. لا ما بتقال. لا لو وزاره السياحه دفعت ملايين الدولارات عشان تعمل دعايه، مش هتعملها زي محمد صلاح بالمنظر ده. كام واحد هيجي لك وافتكر كلام؟ لا اغلفت، يكفي ان اغلفت المجلات والجرايد بتاعت انجلترا بتقول في الجونه، جابت الصوره دي وجابت البتاع دي كانت فين والكلام ده. فاذا انت عندك نجم بيعمل لك كل حاجه، فاذا ما فيش داعي بقى للناس اللي ما تقعد تخبط وتقعد تتكلم وتتريق والكلام ده على الميديا وعلى دي 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 برضو رساله لازم الناس تعرفها. فاذا انت هنا النهارده التجربه دي نمره واحد، اختيارات اجري كانت اختيارات انا في رايي. طيب الشخصي يعني هنطلع او هنيجي للاختيارات وفكرته وفلسفته، بس الكابتن عمرو رايه الفني في المباراه. يعني شوف يا استاذ ابراهيم، انا طبعا عشان المشوار بتاعي بعيد شويه، انا اتفرجت على الشوط كتير. لا شفت الاول، الشوط الاول تمام، انا شفت الثاني، خلينا نكمل بعض. بالظبط. لا هو الانطباع طبعا، اولا المنتخب ما لعبش النهارده فول تيم، يعني زي ما بنتكلم بلغه الكوره. انا شايف ان هو حتى النهارده لو اللعيبه الاساسيين موجودين او اللعيبه المنتخب يعني القوام كامل، ما اعتقدش برضو ان مستر اجيري كان يعني كان هيلعب برضو فول تيم، وكان هيلعب ويوضح اوراقه كلها بطريقه اللعب. ايوه دي نقطه مهمه بقى. بالظبط. انا شايف ان الفرقتين ايوه كانوا بيموهوا. بالظبط. هو لازم، هو لازم الطبيعي. لا تنزانيا ما تموهش، يعني شيء طبيعي هتلعب كده في كاس العالم. لا تنزانيا لعب بالفول تيم، يعني مش على فول تيم، طريقه اللعب. بالظبط. يعني انا وجهه ممكن نظري كده. انا وجهه نظري ان هو لا، كان لازم هيعمل ميكس حتى لو اللعيبه يعني كامله والقوام كامل والناس كلها خدت نفس الجرعات التدريبيه. لا انا كنت شايف ان هو لازم هيلعب، يشوف عناصر جديده. بالظبط كده. بالظبط. لان هو خلينا واقعيين يا كابتن عدلي، لو انت النهارده مدرب منتخب، انت في اختياراتك ال 23 لعيب بتوعك اللي انت واخدهم، انت من اول يوم انت عارف مين التيم الاساسي بتاعك. بالظبط. ومين الاحتياطي ومين اللي هيبقى بره الفرقه ومين اللي ممكن يبقى جوكر وممكن يلعب في اكتر من مركز. فمحدش يقول ان الفتره القصيره اللي المنتخب هيتجمع فيها قبل امم افريقيا ان الجهاز الفني هيجرب لعيبه وهيجرب طرق اللعب لا، الكلام ده مش موجود. يعني انت دلوقتي بعد المرحله دي، انت شايف ان في لعيبه ممكن تتغير ولا تتغربل؟ لا 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 ولا تطلع ولا تخش خلاص. لا 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 بالعكس. لا لا انا بقول لحضرتك هي دي القائمه النهائيه، دي اول لا اول سؤال. لا بعيدا لا لا طبيعي. هو بعيدا عن القائمه، حتى انا قبل ما باخد القائمه بتاعتي انا ببقى حاطط ال11 اللي انا هبدا بيهم، وحاطط اقرب اربع خمس لعيبه اللي هيبقوا التغييرات بتاعتي اللي هتبقى موجوده، وبقيه ال23 دول اللي هم بيكملوا المعسكر عشان لو حصل اثناء فتره أي التجمع في اصابات، في لعيبه حصل لها اي حاجه. انما حته ان انا بختار 23 لعيب عشان في المعسكر هبتدي احط ال11 لعيب بتوعي، لا ده مش موجود. فالنهارده اللي حصل النهارده ده يعني اكبر دليل على اللي انا بقوله، ان المنتخب لعب بتشكيل انا شايف ان هو متوازن. في خمس لعيبه ست لعيبه اساسيين هيبقوا موجودين، في اربع خمس لعيبه موجودين بره، بغض النظر عن ان هم جاهزين او مش جاهزين. انا ما اعتقدش ان النهارده كان الجهاز الفني هيلعب فول تيم وهيلعب بنفس طريقه اللعب اللي هيلعب بيها في البطوله، لان احنا يعني كلنا عارفين. يعني انت يوم الاحد تتوقع ان الفريق هيبقى اقرب الى التشكيل الاساسي؟ انا برضو شايف ان يوم الاحد مش هيلعب برضو فول تيم، مش هيلعب. انا ده وجهه نظري. لا لان انا عايز اجهز اللعيبه. احنا بنسالك يعني كراجل فني، عايز اجهز اللعيبه كلها. خلينا برضو واقعيين، في لعيبه كتير في ال 23 دول ما لعبوش دولي قبل كده.
لو انت هتعتمد عليهم في البطوله يبقى لازم تلعبهم المباراتين اللي هم الوديتين، تدخلهم في الاجواء بتاعه المباريات الرسميه وتدخلهم في الجو بتاع بطولات افريقيا، لان يعني كلنا مقتنعين اللعب في الدوري حاجه واللعب في المنتخب حاجه واللعب حتى على مستوى افريقيا حاجه، مسؤوليه كبيره بجماهير كبيره. بالظبط بالظبط، لان في حتى لعيبه ما لعبتش في بطوله افريقيا للانديه، اللعب قدام اللعيبه الافارقه غير، واللعيبه اللعب قدام لعيبه شمال افريقيا غير، واللعيبه بتاعه يعني كل حاجه ليها وضع وليها. طب على ذكر شمال افريقيا، قبل الهوا على طول المهندس عدلي بحته خبره عاليه من غير ما يعرف المجموعات قال لي مؤكد تنزانيا في مجموعه عربيه. اكيد لان كون ان ايمانويل امونيكي طبعاً يحرص ان هو يلعبنا ويفضل طبعاً متحفظ، حتى لما تبص في المجموعه هتلاقي مع الجزائر اكيد. يعني هل هو ايمانويل امونيكي بيختبر القوه العربيه طبعاً من خلال مصر؟ هو انت يعود لعيبته على مواجهه شمال افريقيا، انت مختاره وهو مختار، هو معاه السنغال ومعاه كينيا ومعاه الجزائر. طبعا طبعا، يعني هو بيختار مدارس مختلفه. يعني زي النهارده المنتخبات اللي بتوصل كاس عالم، اول حاجه بتعملها لما بتتعمل القرعه بيشوف هو هيلاعب مين، ايه المدارس اللي هو هيلاعب بالظبط. فابتدي انا عندي مثلا فرقه من افريقيا هلاعب فرقه من افريقيا، عندي شمال افريقيا هلاعب شمال، عندي امريكا الجنوبيه هلاعب، عندي اوروبا هلاعب ماتشات وديه كده. يعني انا في نقطه مثلا مش عايز اقول مش عجباني في المباراه الوديه بتاعه المنتخب الاولمبي. احنا النهارده هنلعب في شهر 11 امم افريقيا اللي هي المؤهله للاولمبياد. احنا النهارده لحد النهارده المنتخب الاولمبي ما لعبش فرق افريقيه. يعني كل المباريات الوديه، انت النهارده الماتشين اللي فاتوا دول اوزباكستان ده حاجه اسيا، قبلها كان امريكا وهولندا. يعني طب النهارده اللعيبه دي هتتعود امتى انها تواجه اللعيبه الافارقه بالاجسام بالظبط، بالاجسام بالسرعات بالقوه؟ طبعا انا هقول لحضرتك على حاجه، الشكل نفسه بتاع اللعيب الافريقي يفرق معاك وانت بتلعب قدامه. مش هقول لك اللون البشره يفرق معاك وانت بتلعب قدامه، القوه طريقه اللعب بتاعت الافارقه غير بتاعت امريكا غير بتاعت هولندا غير كل ده غير. يعني دي ملاحظه انا يمكن اتكلمت فيها قبل كده، يعني حاجه من الحاجات اللي مش يعني مش عايز اقول مش عجباني مش مقتنع بيه. هو لمس في المنتخب الاولمبي يا استاذ رضوان. هو انت شايف ان المنتخب الاولمبي واصل لافضل تشكيل له ولا تتوقع يحصل تغيير؟ احنا لسه في شهر 11. لا لان هو كان له تشكيل قبل كده مختلف هو عن اللي هو لا ده هو لازم يكون مستقر على التشكيل دلوقتي. يعني ما هو احنا دلوقتي في شهر 6، يعني تفتكر يعني خمس شهور، هو خمس شهور يا استاذ رضوان، يعني تفتكر ان واحد هو لازم يكون يعني مش هيحتاج بعض العناصر؟ لا ده لو عنصر او اثنين، لكن هو برضه عنده التشكيل الاساسي. يعني هو عنده شوق غريب، اصل هو في نقطه احنا برضه لازم نتكلم فيها. انت النهارده كشغل منتخبات ما بقاش الشغل اللي موجود بتاع زمان، ان انت وقت ما انت عايز تعمل معسكر هتعمل، وقت ما انت عايز تعمل مباراه هتعمل. انت خلاص انت ملتزم بالايام بتاعه الفيفا دي. مفيش منتخب هيقدر يعمل تجمع يجيب اللعيبه زي ما عايز. مش هيقدر يعمل تجمع في الوقت ده، مش هيقدر يعمل مباراه في وقت غير ده، ولو حصل وعمل هيبقى الحاجات دي كلها بره الاجنده الدوليه، مش هتبقى مباراه دوليه. فهي دي برضه نقطه. انا متفق معاك في انه الوقت سرقه، في انه هو فعلا ما احتكش مع منتخبات افريقيه قويه. هو لسه شهر 11 ما سرقوش، بس المهم لا سرقوا. احنا بقى لنا اكتر، المنتخب ده متجمع بقى له اكتر من سنه. سرقوا أيوة. مين بقى انت في ظل التزاحم والضغوطات اللي هي بتاعه الماتشات اللي متاجله من الدوري والكاس وبتاع الدوري؟ قصدي اقول ان لسه ملحوقه قدامك خمس شهور. بس انا ايه اللي يخليني اضيع؟ معلش ضاع خلاص. لا يعني ايه اللي يخليني انا كجهاز فني العب مع امريكا ولا مع هولندا ولا مع اوزباكستان ولا مع الجزائر؟ هو لعب مع تونس والجزائر، هو لعب مع تونس والجزائر لو تفتكر. تمام بس هو ما زي ما فين المدارس الافريقيه ما لعبش مع الايه الفرق اللي زي فرق المشابه هو مش هيلعب في الكوت مع تونس والجزائر في المجموعات. الله اعلم. لا هو لعب، يعني هو لعب مع منتخبات افريقيه بس لعب مع منتخبات شمال افريقيا. اما اننا نتحدث عن الفريق الاول ناجل، هنيجي مره ثانيه نتكلم عن المنتخب الاولمبي. ولكن كان هناك تجربة تراها معقولة؟ هي جيدة جيدة. أنا في رأيي أن النهاردة التجربة دي كانت بتجرب البدلاء. أيوة هو طبيعي. يعني دي بيجرب، لا البدلاء اللي هم هيعتمد عليهم كبدلاء. يعني مين اللي هيلعب مثلا مكان محمد صلاح؟ مين؟ اطمنت عليه؟ وليد سليمان. اطمنت عليه النهارده؟ طبعا طبعا طبعا. اطمنت على وليد النهارده ده بشكل كويس مطمئن. لانه خلينا واقعيين يا كابتن عدلي، وليد بقى له فتره كبيره كان مصاب،
وحتى عشان لما كده رجع بالظبط، حتى لما رجع في مع النادي الاهلي معظم مباريات لعبها باستثناء مباراه الاسماعيلي اللي هي الاخيره دي هي اللي بدا فيها، غير كده وبيلعب ربع ساعه بيلعب كده بسالك لازم يجهز في المباريات دي. لكن هو كان وجوده لافت للنظر الشوط الاول حسب ما انا شفته. لا وليد سليمان، وليد يعني سليمان ده اللي يهمنا وده اللي طمن. بس هو وليد سليمان طبعا الناس كلها فاهمه ان هو هيبقى البديل المنطقي لمحمد صلاح، وهو قد يوجد وقد يبقى بديل لتريزيجيه برضه يعني هو بيجيد اللعب في في الثلاث مراكز وصانع اللعب يعني هو الثلاثه اللي ورا. طب مين غير وليد سليمان ترى النهارده ان هو يعني يقدر؟ هو النهارده برضه دونجا كان دونجا يعني طبعا دونجا بديل محمد النني برضه ظهر بشكل جيد واداء جيد النهارده. احمد طبعًا. احمد طبعًا. سامي منصور برضه ظهر، احمد ايمن منصور. احمد ايمن منصور اسف احمد ايمن منصور برضه ظهر بشكل جيد في الناحيه الشمال. هو ايمن اشرف برضه ظهر ايمن اشرف، وممكن يبدا بايمن اشرف لحد دلوقتي مع عمر جابر. بس هو يعني عمر جابر وايمن اشرف الاثنين احساس انا بقى انه هيبدا بعمر جابر عشان ما تاخدش واحد مش في مركزه بس لحظه. ايوه الا اذا كان لك اراده انك شايف في حاجه قد تحقق لك فلسفه. التجربه النهارده تجربه البدلاء عمر جابر ناحيه الشمال وعاوز يستقر على مين يبقى بديل مين النهارده. انا رؤيتي كده يعني انا اخد واحد مش في مركزه كبديل ما اظنش. لا لا هو دلوقتي هو عمر جابر بيجيد اللعب في الناحيتين يمين وبالظبط دي النقطه اللي انا كنت هتكلم فيها. يعني انا ممكن ابقى انا واخده يمين واخده يعني شمال. هو واخده الاثنين. هو واجري قالها امبارح في المؤتمر الصحفي قال انا واخد لعيبه بتلعب في اكثر من مكان هو ده صح. وبعدين انا لما باجي بعمل مقارنه يعني عشان برضو الناس اللي اتكلمت على الناس اللي لم يقع عليها الاختيار. ايوه اما بعمل مقارنه واحد بيجيد اللعب في اكثر من مركز ولا اخد واحد بيلعب في مركز واحد بس؟ لا هو طبيعي في اختياراتك انت في المنتخب في الطبيعي ان انت هتاخد ال 20 لعيب هيبقى كل مركز فيه 2 لعيب تمام والثلاث حراس دول على جنب. بس ال 10 التانيين يعني لو قلنا مثلا احنا بناخد ال 10 الاساسيين دول اوكي وبتاخد 10 تانيين بيبقى لكل واحد احتياطي بتاعه. بس ال 10 التانيين دول لا ال 10 التانيين دول لازم يبقى فيهم على الاقل 2 لعيبه او 3 لعيبه جواكر بيلعبوا في اكتر من مكان صحيح. بحيث ان انت يبقى العدد 20 بس هم في الواقع 24 او 25 لاعب. فده ممكن يكون يعني تفكير. نقطه من النقط بتاعت عمر جابر. عمر جابر انا شايفه برضو من اللعيبه يعني اللعيبه المهمين واللعيبه الكويسين بالظبط وتقدر تستفاد بيه ناحيه الشمال ناحيه اليمين ممكن تلعبه في نص الملعب يعني هو سريع وخفيف بالظبط يعني لا وعنده كوره وعنده قوه وعنده سرعه يعني لا من اللعيبه انا شايف برضو ان هو يعني هو فعلا انا برشحه ان هو يبقى الظهير الايسر في الظروف اللي احنا فيها. انا احساسي ان هو مش واخده غير عشان يلعبه يعني باهر محمد النهارده ما لعبش بس هو انا في رايي ان هو اللي هيلعب هو حجازي تمام يعني لا لعب محمود علاء الماتش كله عشان يشوف اول دقيقه عشان يقف على مستوى عشان يشوف كان كويس جيد ولا لم يختبر؟ لا 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 هو لا لا يعني هو جيد بس الاختبار فعلا الاختبار ما كانش قوي يعني الهجوم بتاع تنزانيا النهارده ما كانش بيمثل خطوره كلها حاجات فرديه يعني بالظبط شفتها انها حاجات فرديه اللي هو اللاعب اللي اسمه سباتو ده اللي هو المحترف في بلجيكا عمرو ورده عمل ايه؟ عادي زي ما عادي. هو ما فيش جديد يعني اللي عايز اقول هو مش عايز اقول تذبذب مستوى بس اللي هو 50 50 شويه كويس شويه مش كويس شويه بيأدي بشكل مرضي شويه تحس انه مش موجود في الملعب. عشان كده انا يعني انا وجهه نظري ان هو برده هيكون من اللعيبه اللي هي مش من العشرة الاساسيين. لا لا طبعا يعني لو اتكلمنا حتى في تشكيل محتمل هتلاقي لا هتلاقي الجزء الامامي ده معروف مين اللي هيلعب فيه. يعني انا بالنسبه لعمرو ورده يعني لو قال لي مثلا تريزيجيه عايز اغير تريزيجيه خلاص احنا قلنا وليد سليمان بديل صلاح. محمد صلاح. لكن انا لو اتحط لي طيب تريزيجيه هيغير انا اقول وليد سليمان برضو طبعا وليد بخبراته وبتاعه وفنياته والكلام ده كله هو ويجيد برضو المكان ده. اصل في ناس برضو تقول لك ايه اصل وليد ما مش هيلعب الناحيه اليمين. تجربه احمد علي كراس حربه جيده جيده كان جيد جدا وكانت تحركاته كويسه جدا وخصوصا في البوكس وكاد يعني ان يحرز هدف وكاد
كاد آه. في اكثر من شفتها اللعبه دي ونزلت لا 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 هو بس برضو انا في رايي ان هو يبدا بمروان محسن. ليه؟ ما هو عنده او احمد حسن. انا كان لا انا انا كوكا؟ انا انا بقول مروان محسن. انا شايف ان احمد حسن هيبقى هو ممكن. انا بختار. اصل خلي بالكوا احنا برضو بنتكلم هنا, احنا قاعدين هنا بنتكلم, ما احنا مش قناعات الراجل. لا مش قناعات, انا يعني انا دايما مقتنع لما يجي حد بيتكلم في الكوره بقول احنا دايما قاعدين هنا, ما احنا مش عايشين احنا هنا قاعدين مش متحملين المسؤوليه. صح صح. واحنا مش عايشين مع اللعيبه, مش شايفين حاله اللعيبه, احنا ممكن نكون بنتكلم يعني خطوط عريض, انما في الاول وفي الاخر المدرب هو اللي شايفين ولا طبيعه المنافسين كمان. بس احنا بتحكمنا مستويات وبالظبط التاريخ والتاريخ وده لعب في امتى ولعب فين والكلام ده كله. لا وفي قناعات واضحه يعني انا النهارده كمدرب منتخب لما اخد لعيب ما بيلعبش بشكل اساسي في النادي بتاعه وانا اخده المنتخب يبقى انا عندي قناعه, يبقى انا واخده عشان العبه بالظبط, مش واخده عشان ده اللي قصدي عليه. يعني في لعيبه ما هياش اساسيه. انا مقتنع بالظبط كده, معنى ان انا اخد لعيب عمر جابر هو في قناعه. لا ده واحنا مقتنعين بكده, في قناعه. بس انا ميال يعني انا ما اختلف مع حضرتك. انا النهارده لو يعني لو مدرب وعندي اثنين بيلعبوا, وخصوصا في الحته اللي هي بتاعت الباك الشمال دي, لا انا افضل ان انا العب واحد اشول في الحته دي, وخصوصا انا هقول السبب ليه. يعني خصوصا لو انا بلعب قدامه واحد ايمن, يعني انا لو بلعب قدامه واحد زي تريزيجيه الطبيعي ان تريزيجيه في ناحيه الشمال دي هياخد الكره يخش لجوه عشان يفضي الجنب اللي جاي من تحت. ما ينفعش الباك ورا, لما يجي اللي من جاي من تحت ده كل ما يبقى اشول, يعني كل ما بيبقى بيلعب على عدلته ولغه الكوره عندك مشكله تبقى افضل. كابتن انت عندك مشكله دي قناعاتي انا كمدرب. الباك الشمال ده عندك ازمه في مصر فيه. تمام صح تمام. يعني هم قالوا عبد الله جمعه, انا عبد الله جمعه مع احترامي يعني انا والله ما يعني ما فيش حاجه, بس انا بقول لك عبد الله جمعه انا رؤيتي الشخصيه ما كانش هيبقى مناسب في البطوله دي. يعني هو الزمالك لعب وتعب مع الزمالك وعمل ماتشات جميله, بس من اجهز واحق اللاعبين اللي في الناحيه الشمال لازم يبقوا موجودين. موجود هو كان على الاقل بالفكره اللي كابتن عمر بيقول طبعا. لا انا اقول لك حاجه, يعني عبد الله جمعه يمكن يكاد يكون من الناحيه الدفاعيه والصرامه الدفاعيه يعني لا بس كان في اخطاء قاتله. لا ايوه ما هو ما هو ده الكلام اللي بيقوله كابتن عادل. لا هو مش عالي في مش عالي في الناحيه الدفاعيه. هو سر عبد الله جمعه اللي هو الكروسات اللي بيعملها ما هو خلينا برضو نتكلم بواقعيه. هو ده مش مركزه. ده اللي انت عايزه. ده بيلعب مهاجم وبيلعب تحت المهاجم. جبروس هو اللي اكتشفه هنا وهو لاعب. هو مش اكتشف, هو كان عنده خلل في الحته دي احتاجه. ولو الراجل سد بالظبط. لو تلاحظ ان هو يعني انا وجهه نظري هو عشان روحه عاليه كمان ده هو مظلوم جدا في المكان ده. يعني المكان ده نضيع 50% يعني من امكانياته الهجوميه. تاخد باك شمال, تاخد باك شمال لو انت مدرب ومدرب منتخب مصر تاخده باك شمال؟ لا لما ابقى منتخب مدرب منتخب مصر هرد على حضرتك. لا انا بتكلم على ايه, انت في الماتشات اللي هي الحاسمه والصعبه اللي الماتشات الجامده عندك انت عندك مثلا لا مثلا لو جيت تقابل المغرب ويبقى عندك بتاع زياش ده اسمه ايه حكيم زياش او الجزائر وعندك محرز هيلعبوا عليك في الحته دي صح. لا ما انا مين بقى يقدر عليهم بقى اللي كان بقى وتد في الحته دي. لا انا عشان كده قلت هو الولد مظلوم في الحته دي. الولد ده ماشي بقى, اذا انت لما تيجي تختار باك شمال ما يبقاش هو الباك الشمال. لو انت في الطريقه بتاعت اربعه, لا انت عايز باك مدافع مش كده قبل ما يبقى بس مهم. يبقى احنا بنبقى الراجل اصعب مكانين في الكوره دلوقتي في طريقه اربعه اللي انت بتلعب بيها ورا دي الباك رايت والباك ليفت. بالظبط طبعا, ان هم مفاتيح كل حاجه. هم اكتر مراكز عندهم. طب اقول لحضرتك حاجه, هو ليه الراجل بتاع منتخب تونس ما خدش علي معلول؟ هو انا في رايي هم اتقال كلام كتير. انا طبعا علي معلول لا غبار عليه ولا حد يقدر يتكلم عليه, لكن هو الراجل عنده واحد بيأدي الناحيه الدفاعيه احسن اللي هو على فكره ماجل. هو مستر اجيري نفسه لما الناس اتكلمت وكتير في موضوع عبد الله جمعه هو قال كده, قال ان انا محتاج حد بقدراته الدفاعيه. انا قلت لك مثالين, حكيم زياش يعني هو الراجل ما استبعدوش عشان هو وحش او عشان طيب. كابتن عمرو كان اشار لاحمد حسن كوكا. انت بتتوقع ان هو ده الفرود الاساسي
انا ده وجهه نظري يعني. انا 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 شفته في الدوري في اليونان يعني. انا شايف بيأدي بشكل كويس جدا، بيهدف اصلا احمد من اللعيبه اللي انا اعرفهم في الناشئين. طبعا يعني انا احمد من اللعيبه اللي انا اعرفه كويس واعرف امكانياته كويس. ومن يعني انا شايفه يعني بغض النظر عن الهجوم اللي هو بيتهاجمه، هو من ما انا بسالك عنه عشان كده. انا شايفه من المهاجمين الجيدين. بس الكلمه بتاعته مش داخله، مش بالظبط يعني. هو عنده ميزه ان هو كمان فوق ان هو مهاجم، هو لعيب كوره يعني، بيعرف يتصرف في الكوره، يعرف يلعب تحت ضغط، يعرف يتخلص من المدافع، يعرف عكس المهاجمين اللي موجودين دلوقتي في المنتخب. المهاجمين الموجودين دلوقتي اللي هم المهاجمين المحطات، انت عايز مهاجم يقف على الكوره، يتحرك من غير كوره، اذا جات له الكوره في ال 18 يعرف يجيب جون. الحاجات دي كلها موجوده في احمد حسن. كوكا عنده فعلا حته الاختراق. بس النقطه اللي اتكلم فيها الاستاذ رضوان دي مهمه جدا، هو مش موفق مع المنتخب، الكيمياء مش ماشيه مع المنتخب. زائد ان يعني زائد ان بقى فيه هجوم كبير قوي عليه زياده عن اللزوم. فانت النهارده حته الهجوم دي بتنزلك انت فاقد شويه من الثقه بتاعتك طبعا والامكانيات بتاعتك، مش على راحتك بالظبط. مش هتقدر انت كل كره بتجيلك خايف تضيع منك عشان الناس ما تهاجمكش، زي موضوع حسين الشحات كده في الاهلي بالظبط. فانا لو 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 بتكلمني انا على مواصفات مهاجم، انا بالنسبه لي يبقى احمد حسن نمره واحد في الحته دي. هو انت حضرتك فعلا كامكانيات، اصل انا بتكلم على واحد انا هو ده فعلا مرنته وعارف وعارف امكانياته كويس وعارف كورته وعارف امكانياته العقليه وامكانياته الفنيه يعني. انا بتكلم والله على والله احنا شوف نبقى سعداء جدا ان احنا نكتشف ان احنا تقييماتنا سطحيه بالظبط. يعني احنا بنتفرج كمواطنين وعندنا بعض الدرايه بحكم الاحتكاك بالكوره، لكن مزبوط. لما تيجي رؤيه فنيه تطمنك انت كده مطمن ان في عندنا اكتر من راس حربه، لان لما دلوقتي عندك ثلاثه اول ما كنا عندك واحد. عشان كده انا ابتديت بالكابتن احمد علي، لانه الحقيقه ده لو ممتاز. من الناس اللي بشوفه انه راجل عنده من الخبرات ونستطيع ان يحرز من اضيق الفرص. مظبوط، وعامل موسم على اعلى مستوى. ممكن بقى الناس بحكم السن السرعات، لكن هو جسمه قوي يعني. يعني هو عايزه محطه يقدر يعمل دي. مظبوط. عايزه يلف ويجيب بون برجله بالهيد يتصرف، عنده الحته دي. عنده دي، وعنده حته انا شايفها من اهم المميزات اللي بتبقى موجوده في المهاجم، التمركز جوه ال 18. ايوه، بيروح للحته اللي يبان لك انه هيجيب يعني جون. يعني هو حتى النهارده في كوره في اول المباراه خالص، ممكن يكون في ناس كتير ما خدتش بالها منها، هو كان بره ال 18 وحتى الكوره لما جات له يا دوب لمسها، ومجرد انه لمسها هو عارف سكته فين ورايح فين. يعني رايح لمكان ما بين الاثنين السردباكات او الخبره بقى بالظبط. مش اللي هو لعب الكوره ووقف مستني يشوف هيعمل، لا هو يعني هو مهاجم، يعني هو مهاجم، خلينا يعني نتكلم بواقعيه، هو مهاجم عنده مواصفات المهاجم. فانت لما يبقى عندك انت المواصفات دي ما انتش محتاج يعني مش عايز اقول مش محتاج التعليم، انت خلاص في حاجات بتعملها بالفطره، في حاجات بتعملها بالموهبه، في حاجات بتعملها يعني بالممارسه. كون ان هو يبقى هداف الدوري السنه دي ده مش من فراغ. صحيح. لو انا النهارده كمهاجم متنوعة. انا بقول لو انا النهارده كمهاجم ما عنديش حته التوقع، ما عنديش حته التمركز، وما عنديش حته ان انا بلغه الكوره كده بسرق المدافعين اللي معايا والسردباكات اللي معايا، مش هجيب اجوان. هو احنا الحقيقه احنا بنتكلم في تفاصيل زي دي وبنتكلم بالاسم علشان الناس تبقى لا الناس كلها وهي بتقيم منتخبها، مش تقييم عاطفي. لا لا انت بتتكلمه لا كلام منطقي وعقلاني، تحليل فني بالظبط، علمي للميزات والعيوب بتاعت احنا بنتكلم كوره. بس انا زي ما قلت في الاول احنا بنتكلم من بعيد. بص يا كابتن، حته يعني مروان محسن انا في رايي بقى اللي هيحكمها ايه؟ اللي هيحكمها الخبره زائد الانسجام. يعني انت مروان محسن مع محمد صلاح مع عبد الله السعيد مع تريزيجيه دول لعبوا مع بعض كتير كتير كتير، وعارف لما عبد الله يمسك الكره يكون هو الحاجه الوحيده طبعا. دي الحاجه الوحيده اللي هتفرق ما بين او هتفصل حته الصراع ما بين على فكره الثلاثه من الناحيه البدنيه شبه بعض. لا يعني فيهم الطول والقوه ما ده هيعتمد على طريقه اللعب.
هتلاقي الحاجه الوحيده اللي هتفرق هي حته اللي انا قلتها دي، حته الانسجام واللي هم لعبوا مع بعض كتير. طب يعني انتوا ما عندكوش مخاوف في ناحيه راس الحربه؟ الثلاثه يقدروا الثلاثه موجودين وثلاثه لعبوا وثلاثه بيأدوا وثلاثه خلي يعني خلينا برضو نتكلم، ما يبقى الطرفين تريزيجيه باذن الله محمد صلاح والبديل ممكن يبقى وليد سليمان وعمرو ورده لا في منتخب كويس، افراد كويسين، في ما حدش قال ان ما فيش افراد. فبتكلمنا انتوا قلتوا 10، انت حتى لما قلت رقم 10 ان هم مستقرين على او اجري في دماغه ال 10 ال 11 بقى 11 حارس المرمى محمد الشناوي. انا بقول لك محمد الشناوي، انا بقول احمد الشناوي. محمد الشناوي برضه هقول لك ليه، برضه اللي قلته على مروان محسن بينطبق على محمد الشناوي. محمد الشناوي هو اخر واحد من الحراس لعب مع المنتخب ولعب كاس عالم. نعم لعب كاس عالم بالظبط. نمره 2 كمان ان هو الخبره الدوليه اكتر من يعني احمد الشناوي بعد في الفتره الاخيره اللي هي الاصابه هي دي بعدته خالص يعني، لكن هو مش معنى كده ان هو بعد خالص لا. طب يعني هو الترتيب ادى احمد الشناوي وادى شوط ده شوط وده شوط وجين الشوط. هل ده تفكير مدرب يدي لك احساس انه بيدخر محمد الشناوي للماتش الجاي يلعبه ويدخل بيه البطوله ولا العكس؟ هيلعب الماتش، هيلعب مع محمد الشناوي، هيلعب الماتش اللي جاي كله. محمد الشناوي هيلعب الماتش اللي جاي كله. الجون الاساسي هتلاقيه هو اللي بيلعب اخر، مش هيتغير. ده اللي حصل قبل كاس العالم. النهارده اللي حاصل النهارده في اول الكلام احنا قلنا ايه؟ التيم ما هوش فول تيم، انت بتلعب في ناس كتير انت بتجربها عشان تشوف هتعتمد عليها ولا لا. ده نمره واحد. الحارسين النهارده دول ما كانوش بيلعبوا في المنتخب، ما كانوش موجودين الفتره اللي فاتت، فلازم ادي ده جزء وادي ده جزء. انما انا عارف يعني انا طبعا متفق مع الاستاذ رضوان في الليل. انا عارف محمد اللي هو لعب معايا، هو ما لعبش في كاس العالم يعني اجيري ما كانش موجود في كاس العالم، انما هو اللي لعب الماتشات بتاعت الكاس بتاعت كاس العالم، وهو اللي لعب المباريات اللي فاتت بتاعت التصفيات. فالطبيعي ما دام انا مركز عليه او انا مش هغيره، على اي حال اذا مطمئنين برضو على حراسه المرمى. لا 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 ثلاثه بصراحه ما شاء الله يعني ما شاء الله زي الثلاثه رؤوس الحرب. يبقى فقط يعني طب الاثنين اللي في الخط واول خط الاثنين اللي في القلب بقى انهي قلب بقى؟ قلب الدفاع ولا نص طبعاً. الملعب؟ لا نص الملعب هنجيله لانه ده احنا عندنا قلبين. لا قلب الدفاع دلوقتي لان احنا اتكلمنا على الطرفين. يا قلبي اتكلمنا على الطرفين، الطرفين اللي هم بقى اللي هيعمل سوف يحدثوا الفارق. لو متوفقين الليله هتبقى سهله ان شاء الله. يعني ودول اللي التقييم عندهم ما نقدرش نحكم عليه دلوقتي لان النهارده بالذات ما كانش فيه اختبارات كتير. لا النهارده الاختبار اختبار يعني هو التجربه كانت جيده بس مش هي التجربه النهارده اللي الاثنين اللي في تحكم عليها حكم. الاثنين اللي في القلب النهارده فيهم واحد مش موجود وكان اساسي في المنتخب طوال الفترات الماضيه عمر جابر. اسمه باهر محمدي. لا مش باهر، انت بتتكلم على مين؟ خط النص والقلبين القلبين الدفاع اللي كان جنب حجازي، واللي كان جنب حجازي الاخير باهر محمدي. باهر محمدي اخر واحد يا سيدي، مش باهر محمدي في كاس العالم والفتره اللي فاتت. علي جبر مش موجود في المنتخب. مش موجود، احنا ما ده اللي بقوله. فانت لا هو بيعتمد على باهر محمدي دلوقتي بيعتمد بس كم ماتش الفترة اللي هو مسك فيها اجيري من ساعة ما جه باهر محمد. انت كابتن عدلي ده اللي انا عايز اقوله. انت تقييمنا لصلابة الدفاع خلال فترة هيلتون كوبر كانت مبنية على تشكيل دفاع معين. طبعا كان في كابتن احمد فتحي وكان في علي جبر. مظبوط. الاثنين دول مش موجودين دلوقتي. وكان في عبد الشافي. عبد الشافي محمد عبد الشافي. عبد الشافي برضه كانت نفس علامة الاستفهام وما كانش بالظبط. بس هو الأربعة اللي لعبوا كأس العالم فيهم ثلاثة مش موجودين. أيوه بصرف النظر بس ما كانش محلولة قوي ناحية الشمال. تملي كانت هي برضه كلها تجارب. بالظبط. إنما الثلاثة التانيين ما كانش فيها فصال يعني. مظبوط. فأنت وكان وراهم طبعا حراسة المرمى ما عندناش مشكلة قلنا فيها. النهارده باهر هيستطيع أن يعوض ولا يزود ولا هيعمل ايه في الحته دي جنب حجازي؟ والله بالشكل اللي احنا شفناه في المباريات السابقه زائد محمود علاء محمود علاء احنا النهارده شفنا محمود علاء
انما المباريات اللي فاتت كلها اللي هي كانت باهر. التصفيات كان باهر محمدي بيلعب باهر، هو لعيب جيد جدا وامكانياته كويسه بالظبط. فهو واضح ان يعني واضح ان الاثنين اللي هيبقوا موجودين هيبقى برده نفس القصه، هيبقى حجازي وهيبقى جنبه باهر محمدي. لان برده هو واضح ان مستر اجيري ميال شويه لحته بناء اللعب من تحت. ودي موجوده عند باهر بشكل باهر كويس جدا. باهر لعيب كوره بالظبط. انا بقول لك موجوده بشكل كويس جدا. الصلابة الدفاعية دي هتبان بقى مع المباريات. احنا برضو خلينا نتكلم بصراحة، في برضو في نقطة فنية تانية، باهر المحمدي بيجيد ان هو يلعب باك يمين تمام، وعندك أي. احمد المحمدي عاوز حد يغطي وراه التقدم بتاعه لان هو بيهاجم. فاذا باهر المحمدي في الحتة دي يجيدها. تعرف يعني ده معناه يعني يا جماعه حافظ حافظ ان الراجل ده مختار المنتخب برضه بمعايير دقيقه جدا غير يا باشا بيفكر. وانا ماشي ورا فكره خلي بالك. انا قلت لحضرتك في اول كلامي. طيب بمناسبه فكره بقى يا استاذ رمضان، وانت انا اعلم ان انت كنت قريب من الكابتن الجوهري في مراحله الطويله طبعا، بالذات حتى في التسعين. كابتن الجوهري يا باشمهندس كان عنده مدرسه غير اللي احنا فيها دلوقتي من الجدل. تملي بيختار 12 13 واحد جاهز وفي مراكز معينه يقول لك ده بيلعب والتاني يحمد ربنا انه معانا. طيب ما هو ده اللي انا قلته. فتلاقيه راح بوركينا فاسو واخد حسام حسن ده اللي هيلعب، بس ما ياخدش علي ماهر اللي وقتها كان الفرود الكبير المهم، ياخد مثلا عبد الناصر محمد. ليه؟ عشان ده لما هيقعد هيبقى مبسوط وسعيد. بس بيقول لك واحد يلعب واحد يحمد ربنا. هيريحه. وتلاقي مثلا ياخد في حراسه المرمى احمد شوبير وياخد مثلا خالد مصطفى. طيب ياخد عناصر او اي من خلال دي النقطه اللي انا ياخد عناصر. لو تفتكر التاريخ دي عملت لنا مشكله في كاس القارات لو انت ترجع الزمن. أيوة. لما حسام حسن اصيب فمد ما بقاش عند ما عندوش فيرود لانه ما بيعولش على حته. لكن انت لا قدر الله لو حد اصيب مروان او احمد هو ما كانش العالم كان في واخد سيرد باك من المحله صابر عيد. ولما تعور هاني رمزي احنا خسرنا. فضل يلعب وهو متعور. احنا خسرنا الماتش ده عشان هاني كان متعور مش قادر ينط. هو دي ده 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 فلسفه. فضل سايبه وهو متعور في الملعب. رغم ان انا بسالك على دي وبسال الكابتن عمرو عليها. يعني دي فيها خطوره طبعا وفيها مريح دماغه مش عايز مشاكل. لا هو بس بيدفع ثمنها فنيا. طبعا طبعا. مين الافضل؟ لا بص ده مدرسه وده مدرسه وده مدرسه ونجح بمدرسته والراجل الاجري ده لسه برضه مدرسته. انا عاجبني دماغه بدليل انه سايبنا في جدل كل واحد بيقول يا باشا انا عاجبني دماغه. انا ما بسمعش، انا ما بمشيش ورا السوشيال ميديا والناس والاعلام والمواقع والخبراء اللي بيتكلموا. انا بشوف دماغ المدرب ماشيه ازاي وبقيس انا بقى حسب بخبرتي بحكم خبرتي. فاذا هذا الرجل لو ماشي بالتفكير ده ومعاه شويه توفيق هينجح. انا بقولها لك بامانه يعني البطوله دي بطوله شرسه. اقوى بطوله في تاريخ كاس الامم الافريقيه البطوله اللي احنا فيها دي، بقولها لك بامانه كده برغم ان عدد الفرق كبر ودخلت قوه كرويه جديده وناس بتدخل لاول مره. لا في غموض كمان دلوقتي ما فيش حاجه اسمها فرق. لا وبعدين الفرق كلها جايه برابطه المعلم زي ما بيقولوا، كل الفرق جايه بكامل نجومها وتوقيت البطوله ادى الفرصه دي ان الفرق كلها تيجي بكامل نجومها. ان كل المحترفين خلصوا يعني بص ال 24 فريق كله فاضي. مزبوط. في 10 فرق هيطحنوا في البطوله دي طحن ما فيش بعد كده. يعني اللي انت لو خدت البطوله ديت هتبقى سوبر مان. البطوله في شمال افريقيا؟ نعم. حد من شمال افريقيا هم اصحاب الحظوظ الاكبر؟ اه طبعا في فرق برضو. لا انا اقول لحضرتك حاجه يعني مع السنغال بقى. طب ما تخلينا نسال المجموعات ونشوف كل واحد ترشيحاته ايه. يعني المجموعه الاولى مصر والكونغو الديمقراطيه واوغندا وزيمبابوي. الاثنين مين؟ مصر. هو يقول لك طبعا يقول لك مصر والكونغو منطقيا، لكن ممكن اوغندا تعمل مفاجاه مع ده زيمبابوي. انت مستبعد زيمبابوي؟ لا انا مش انا شفت زيمبابوي في اخر ماتش اللي هو كان مع نيجيريا. لما فرقه جيده جدا بس بتتضرب يعني بتتضرب فهي دي. لكن اوغندا احنا شفناها في اكتر من تجربه. اوغندا فريق متكامل يعني دفاعا هجوما. لكن مصر والكونغو الديمقراطيه هم الاقرب بس ممكن اوغندا تعمل مفاجاه
على حساب الكونغو الديمقراطيه. ده انا وجهه نظري دي صاحبه يا باشا زئير على عيني وراسي دي يعني دي يحسمها مواجهه الفريقين مع بعض. مع بالظبط مع بعض يعني. طيب. انا بقول لك ممكن ديت يحصل فيها كلام يعني. والباشمهندس نفس الترشيح؟ انا ما اعرفش ارشح. لا ما طيب. صح انت صح. اصل الكوره ما فيهاش توقعات. نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي المجموعه الثانيه في اسكندريه. نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبروندي. نيجيريا وغينيا. نيجيريا وغينيا يعني غالبا. بس برضو خلي بالك ما في تالت. ما انا يعني انا بكلمك على الاول. بروندي دي احنا عمالين نقيسها على قديمه. ده في كلام ان حصل فيها تطور جامد جدا. ومدغشقر نفسه. ده بروندي كدوله وك مدغشقر احمد احمد بقى لازم كمان يعني عمل حاجه. المجموعه الثالثه بقى اللي كان فيها تنزانيا معاها غينيا والجزائر والسنغال. السنغال والجزائر؟ السنغال والجزائر ما فيهاش نقاش يعني. ما فيهاش نقاش. الاثنين اقرب كتير من الرابعه فيها المغرب يمكن دي اوضح مجموعه. بس الرابعه المغرب وكوت ديفوار وجنوب افريقيا وناميبيا. دي مصيبه. انا بقول المغرب وكوت ديفوار. لا بس المغرب وكوت ديفوار. انا جنوب افريقيا المجموعه دي كمان ممكن ما يطلعش منها توالد. لان دول هيكسروا هتلاقي مثلا في عدد نقط قليل للثالث. وممكن تلاقي ثالث في مجموعه ثانيه كسب مباراه بقى هو الاعلى من طيب يعني على قد ما هم ثلاث فرق يعني. انت عايز تقول ان هيحصل تعادلات كتير في طبعا في المجموعه دي. هي مجموعه لا اقوى مجموعه في البطوله. لا بس انا جنوب افريقيا انا يعني لا تظل جنوب افريقيا بتاريخها وعراقتها وخبراتها. لا وشوف انديتها. لا بص انا برضه بقيس انا بقيس تصفيات كاس العالم. انا ما شفت جنوب افريقيا في تصفيات كاس العالم. كان معاها السنغال وكان معاها مين تاني يعني. كان فريق مش شرس. مش شرس ما عندوش شراسه. هو فريق بيلعب كوره. بيلعبوا كوره زي عندهم كوره جماليه وبتلعبوا كوره وبتاع وكده. انت يعني لو رجعنا لماتش الاهلي ده كان ماتش ما عمره ما يتكرر يعني. طيب في المجموعه الخامسه بقى اللي هتبقى في السويس تونس ومالي وموريتانيا وانجولا. تونس ومالي. تونس ومالي ده بس برضه هيبقى ممكن. وانجولا حتى انجولا تبقى انجولا ممكن تخش التوالد. بس مالي برضه منتخب الظهور الاول ليه. بس مالي في الفتره الاخيره كده يا راجل. لا ده فيها شويه محترفين. طب خد الكبيره بقى. خد الكبيره. المجموعه السادسه الكاميرون وغانا وبنين وغينيا. لا كاميرون وغانا. كم غينيا انت قلت؟ كم غينيا انت قلت؟ ثلاثة غينيا كده. لا كاميرون وغانا. غينيا في غينيا استوائية. غينيا استوائية. انا على فكرة ثالث غينيا. دي غينيا بيساو. ثلاثة غينيا. غينيا بيساو. غينيا بيساو. هو في غينيا بيساو وغينيا الاستوائية وغينيا كاميرون وغانا. كاميرون وغانا. خلي احنا برضو ما شفناش المنتخبات دي كلها. لا ما شفناش. احنا معتمدين على التاريخ. بالظبط يعني احنا معتمدين على الاسامي اللي هي كاميرون. ما انا بقول لك الفرق الصغيره دي النسخه الاخيره. الفرق التي يقال عنها منتخب قوي وفي كميه محترفين بيلعبوا في الفرق التي يقال عنها صغيره ستلعب دورا كبيرا في البطوله دي. طيب وتنزل زي بس هي ممكن تلعب. لا هو الكلام مظبوط جدا. هو ممكن النهارده انا مش لازم اصعد بس انا ممكن اعطل حد تاني. يعطل. ما هو ده ممكن ما انا بقول لك يعني الفيلم. هو النجوم عمل ايه في الدوري؟ بوظ الدنيا. النجوم طب بمناسبه النجوم نادي النجوم بمناسبه النجوم انا برضو مهتم اخد راي الاستاذ رضوان والكابتن عمرو. بمناسبه كاس الامم الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري رشحوا الكابتن ابراهيم نور الدين للشركه في تحكيم البطوله. بمناسبه النجوم الاستاذ محمد الطويله رئيس النادي قدم جواب للاتحاد الافريقي يعترض على هذا الاختيار. طب انا عايز اسال الجواب. يذكر انه وهو هات لي مباراه. الجواب مين اللي بيبعته للاتحاد الافريقي؟ مين اللي بيحوله للاتحاد الاتحاد المصري؟ لا الاتحاد المصري. هو واضح ان هو خطا بالاتحاد الافريقي مباشره. ده الجواب. لا 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 يبقى ده خطا الاتحاد المصري. انا ما اعتقدش. ما فيش نادي خاطب اتحاد. ده اللائحه اللي انا اعرفه كده. يعني هقول له حاجه يا استاذ ابراهيم. الاتحادات بتخاطب بعض. بيقول لهم انه ابراهيم نور الدين حكم غير كفء. يا باشا ده لو اتحاد الكوره عمل حول هذا الخطاب يبقى اتحاد الكوره بيرتكب. يبقى اتحاد الكوره ده لا مؤاخذه يعني ما هو طبعا احنا ما هي لا اتحاد الكوره لا يعني انا مثلا رئيس نادي يبعت يطعن في لحظه واحده رئيس نادي يبعت لاتحاد الكوره الوطني اللي هو بينظم كاس الامم في ارضه ياخد الجواب ده ويبعته للاتحاد الافريقي. طب ممكن اسالك سؤال؟ ابعته لهم بالميل يا يعني. سيبك من دي سيبك من دي. انا عايز اسال سؤال. ما هي المقومات التي على اساسها تم ترشيح هذا الترشيح؟
انا ما يعني انا هسالك سؤال. لا ما السؤال ده نساله للكابتن عصام عفان. لا ما هو مش معقول. احنا فعلا ما نقدرش دي دي دي, دي, دي هقول لحضرتك حاجه. طالما الحكم الاتحاد الافريقي اعلن ان هو داخل قائمه كاس الامم الافريقيه يبقى ده قرار الاتحاد الافريقي. لا يا باشا اسمعني بس انا من الاتحاد الافريقي. انا اتحاد الكره المصري هو اللي بيعين حكام بطوله كاس الامم. مش انت عندك هو بيرشح. لحظه واحده انا رشح. طيب على اي اساس يا باشا؟ لا هقول لك على اي اساس. انا برشح بيقول لي اتحاد يا مصري هات لي خمس حكام من عندك. خلاص انا بديله الخمس حكام وانا باخدهم واعينهم كده. مش بيعمل لهم اختبارات وفي ناس مسؤولين في الاتحاد الافريقي ولجنه الحكام في الاتحاد الافريقي بتختبر الناس دي وبتقيمها وبتعملها ولا هو شغل كده ودي يعني ودي؟ يعني انا النهارده يعني انا مثلا يعني انا من الاتحاد الافريقي ها ممكن بس يكون في شغل تحت خاطر صحه التحكيم دي انا شايفها سواء الاتحاد هو في شغل تحت الترابيزه ممكن شغل تحت الترابيزه ممكن في مجاملات ممكن ده الاتحاد الافريقي يا باشا ممكن. طب ما تسيبنا اكمل الجمله دي. اتفضل. ما تعمل لي شغل سياسي فيها دي. لا حصانه والله الحصانه دي انا ما بحس بيها. بحسش بيها. ما احنا بالله ما بحس بيها ولا اقسم بالله ولا خاطري. بلاش نفتح الموضوع. بالظبط يعني لان يعني هذا تمييز واضح. تمييز عنصري. طبعا زي الكرسي. النواحي صح. ما يقول نواحي جنائيه ازاي ما اقدرش ان انا احول واحد جنائيا يعني علينا. الله على الله. دي مسؤوليتكم كنواب انكم تتنازلوا عن هذا الميزه اللي الناس متضايقه منها. انسى الكلام اللي قلته. انسى الكلام اللي قلته في الحته دي. ان ربك. لكن انا النهارده لما الاقي الاتحاد الافريقي عمال بيشرف في حكامه وبيوقف في حكامه اللي هو طبعا كان له معايير زي ما انت بتقول ومرنهم وشافهم. انا لا أرى. انا بقول ايه يا كابتن عدلي؟ انا بقول ان طالما القايمه اعلنت من الاتحاد الافريقي الاتحاد الافريقي هو اللي اختارها مش الاتحاد الكره المصري. كويس بس لكن في لعب. اقول لك في لعب في فساد. في فساد مش عايز اقول اتحاد الكره الافريقي الاتحاد الافريقي. عشان ما تقولنيش كلام انا قلته. انا اللي بقول انا اللي مسؤول عنه. انا مش انا عندي حصانه. انا بقول يا استاذ رضوان انا الموضوع مش بفتحه عشان اقول الراجل ده ها مين فساده على ابراهيم عشان ما يبانش. انا لا انا قلت لحضرتك اتكلم ابراهيم. ما انا ببرأ ما انا ببرأك بخرجك من الموضوع اهو. يا سيدي انا بقول لك الاتحاد الافريقي اعلن القايمه. كابتن عدلي بيقول هو ايه المعايير وايه المقاييس اللي هو اتخذ بيها. ما هو انت هتقول لي الاتحاد الافريقي ايه المعايير اللي هو مثلا ما وقف ضد الاهلي في البطوله بتاعت افريقيا بتاعت السنه اللي فاتت والنهارده جاب حق الوداد في البطولة بتاع ايه المعايير؟ الكلام محدش يهتم. يعني اذا هي لا مدى مصداقيته ان محمد يعني احمد صرح لمركه ان الاهلي اتظلم سنتين ورا بعض. طيب ايه المعايير بقى فين؟ صحيح. طب يا انت بتسال. ما انت بقول لك في قضيه في اكبر من كده. قضيه انت جاي تتكلم على حكم اختيار حكم ومعايير حكم وبتاع. لا علشان انت استبعدت في مجاملات ولا يا باشا يا باشا في مجاملات في مجاملات في الاتحاد الافريقي في مجاملات في الاتحاد وقالها لك على الهوا اهو. ده ما فيش الا المجاملات. انا عارف ده كله شغل مجاملات وكل البتاع ده واحد. يعني انت لما تختار افضل حكم ما انت بتتكلم في المعايير. ما انا قلت لك المعايير اللي هو عشان بس عشان اركز عشان ترد حتى على اللي انا عايزه اقوله. يا استاذ رضوان لما تيجي ترتب الحكام المصريين السنه دي احسن ثلاث حكام وتعمل كده بتقييم علمي وفني هيطلع لك اسماء ما ترشحتش خالص من في الاتحاد الافريقي. يعني النهارده في حكام امين عمر في الاخر ظبط نفسه قوي ظهر ان هو عمل ماتشات كويسه. محمد الغندور 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 عادل اللي انا في البدايه كنت ليا تحفظات عليه لكن ظبط نفسه وعنده شخصيه وبتاع. لكن لما الاقي حكم له يجي اربع خمس مشاكل بصرف النظر هو مظلوم فيها او مش مظلوم لكن في مشاكل في مشاكل لن تبحث. هو تقييم الاتحاد الافريقي كده في مجاملات. ما انا قلت لك في مجاملات في اتحاد الكره المصري في مجاملات في اتحاد الكره في الاتحاد الافريقي في مجاملات صافيه. في مجاملات انا عايز بس يعني لكن معايير. ما انا بقول لك المعايير الاتحاد الافريقي النهارده الاتحاد الافريقي بقاله خمس ست سنين ما عندوش معايير. وانا اقولها لك من ايام ما مشي مصطفى فهمي حتى بقى برضه الناس ممكن تتكلم وتقول الكلام اللي انا بقوله. الاتحاد الافريقي ده كان اتحاد برغم ان الامكانيات والظروف والتطور والكلام ده ما كانش موجود لكن الاتحاد الافريقي ده كنا بنعتبره زي الساعه. مؤسسي قوي مؤسسي قوي وشغال صحيح. شغل دقيق. دلوقتي الاتحاد الافريقي كل يوم كلام وكل مركز يوم قوة. لا كل حد بيجي من هنا يبقى مركز قوه.
تبص تلاقي مركز القوة المرة الجاية بيتغير بدل اعترف احمد احمد. احنا عمرنا عمرنا ما كان عندنا، برغم ان احنا عندنا عمرنا ما كان مصر فيها بتعمل مركز قوة داخل الاتحاد الافريقي. دليل أي حال. ان احنا كل معارك مع الاتحاد الافريقي بنخسرها. عندنا كضيف مش ده احنا ما لا احنا ما احنا بننتقدش الاتحاد الافريقي، احنا بننتقد الاشخاص. الاتحاد الافريقي ككيان وكمؤسسة انا بقول لحضرتك كان ماشي زي الساعة، دلوقتي ماشي زي زي البتاع مش نتمنى ماشي. نتمنى ان هذه البطوله احنا من جانبنا اثق ان احنا ننظمها كويس، اثق ان احنا مره ثانيه. ولو كانت الكواليس بتتزع على الهواء كنت هتشوفوا برنامج قوي جدا. طيب استاذ ابراهيم، يعني عايز يقفز بينا قفزه بمناسبه ان حضرتك موجود. ان مبروك اولا على البطوله اللي اتخذت بجداره واستحقاق، وان يعني كل مصر اتكلمت على هذا الفريق انه اولا انت عندك فريق قوامه مش 97 لا 97 وانت نازل في بدايه الموسم كان قوامه 97 و 99 لا في بدايه الموسم كان في لعيبه كتير طلع عناصر كتير هو طلع من تحت من مع ابتداها عادل عبد الرحمن في يناير بقى بالظبط كده في يناير بقى ابتدت الاعارات تزيد فطلعت من ادل انا عايز اقول بقى نزل لا وهو حتى عادل من بدايه الموسم كان مطلع لعيبه من 99 ومن 2000 يعني بس ما كانوش بياخدوا نزل بس ما كانوش بيلعبوا لان كان في القوام الرئيسي بتاع الفريق بس كانوا موجودين. لما انا مسكت انا مسكت حتى كمان بعد 3 مباريات من الدور الثاني يعني مش من بدايه الدور الثاني لما رحت لقيت اللعيبه اللي موجوده لقيت 14 لعيب 97 وفيهم 3 لعيبه 98 كمان. فاضطريت تطلع عناصر ثانيه. اللعيبه كانت موجوده وكانت بتطلع بس خدت بقى يعني لعبت اكتر. لان نتيجه ان الاعارات في مراكز طبعا في مراكز كتير. طب انا عايز اسالك سؤال يعني في الحته دي لان في الاخر دي بتلمس معايا في مكان الاعارات هيظبط الشغل معاك خد لا الاعارات ده اهم حاجه تظبيط الشغل اهم من الشغل مبدا الاعارات ترى لصالح المواهب اللي بتبقى عندنا ولا ايه عيوبها وميزاتها؟ هي لصالح المواهب ولصالح النادي. عيبها ان انت ممكن تفقد البطوله اللي انت بتلعب فيها اللي هي اللي دي بالنسبه لنا احنا ما بنهتمش بيها. ما انا بقول لحضرتك ده عيبها الوحيد، انما لو بتتكلم على فوائدها لا هي بتفيد اللعيب لان اللعيب لو ما بيلعبش او بيلعب في مستوى اقل اللي هو مش عايز اقول مسابقه ناشئين لان انت النهارده بتتكلم على مواليد 97 ده يعني عنده 22 سنه. الفريق ده في كل حته في العالم اسمه الفريق بي او الفريق الثاني او الفريق الرديف ما اسموش فريق شباب حتى مش هقول ناشئين ولا بتاع ولا الكلام ده اللي كنا بنسميه الابيض زمان بالظبط كده اللي هو الفريق الثاني او التاني الرديف التاني بتاع الفريق الثاني او الفريق بي. كابتن جوهري حاول كتير يعمل المسابقه دي ل23 كابتن جوهري الله يرحمه سبب مشيانه من اتحاد الكوره ان اتحاد الكوره رفض يعمل البطوله كان عايز كده لان انا كنت موجود يعني ساعتها في الوقت ده في القطاع في النادي فهي ميزه انا شايف انها ميزه للعيب وللفريق الاول بتاع النادي يعني احنا النهارده كلنا شفنا ال4 لعيبه او ال5 لعيبه اللي راحوا الجونه ظهروا ازاي بشكل كويس قدروا يثبتوا للناس ان هم يقدروا يلعبوا في الدوري الممتاز ده في لعيب احنا تملي مش واخدين بالنا ان السعداوي ده بتاعنا بالظبط الباك رايت ده بالظبط ولعيب كويس قوي اللعيبه دي لو كانت موجوده في النادي وبتلعب في المسابقه اللي هي بتاعه 97 ما كانتش هتاخد فرصه مع الفريق الاول فما كانتش هتتشاف. فحته الاعاره لا انا شايف ان دي من اهم الحاجات اللي موجوده. ده عمار كمان حضرتك 99 97 ده 99 يعني عمار لسه كمان اصغر من الناس دي بسنتين. فانا طبعا شايف لا موضوع الاعاره ده مهم جدا للعيب وللنادي وللنادي الاخر اللي بيستعير بالظبط بالظبط انا بقول العيب الوحيد ان انت ممكن يحصل يعني يحصل عندك عجز في المراكز اللي عندك في اللعيبه اللي عندك لان انت برضو اللعيبه اللي هي بتلعب يعني بتطلع من تحت دي هيبقى فيه حاجتين ما هياش كوره هيبقى في فرق قوه وفي فرق سرعه ما بين لعيب عنده 18 سنه او 17 سنه ولعيب عنده 23 سنه داخل في 23 سنه هتفرق حته القوه وحته السرعه بس مش اكتر من كده لان احنا حتى جالنا وقت
احنا الفرقه بقت الميكس اللي معمول في الملعب 97 و98 و99 و2000 و2001 2001 مين يعني 2001؟ احنا مرتين لعبنا 2001 في عربي اللي هو مع الفريق الاول دلوقتي 2001 عربي وفي الجون اللي هو حمزه يقال ان حمزه ده موهبه جامده قوي دي حقيقه دي حقيقه يعني انا هقول لحضرتك على حاجه يعني تثبت الكلام اللي حضرتك بتقوله ده حمزه ده لما جه لعب معانا ماتش المصري في احنا بنلعب المصري في السويس لما جه لعب معانا ماتش المصري جه معانا يعني قبل الماتش بيوم اللي هو التمرين الخفيف ولعب معانا الماتش انا عايز اقول لك على حاجه احنا يعني من الاسباب الرئيسيه لفوزنا بالمباراه كان حمزه شخصيه لما لعيب بالظبط كده عنده شخصيه لما لعيب طبعا عنده شخصيه عنده تمركز عنده موهبه عنده بدنيا عامل ازاي لا حارس قوي يعني هو بس انا يعني انا ملاحظاتي معاه يعني في الفتره اللي هو اشتغل معايا فيها لان هو كان معايا ومع 2001 ومع كابتن ربيع ياسين في منتخب 2001 فما كنتش بشوفه كتير ان هو لازم يعني يحافظ على الجزء البدني بتاعه شويه ولازم يهتم بحته التغذيه عشان كده بقى بقول لك زياده شويه يعني جسمه قابل للزياده شويه انما هو لو ركز في الحته دي وركز في التمرين البدني وركز في الشغل البدني لا هيبقى لان هو حارس موهوب يعني احنا على قد ما احنا يعني المباراه دي اللي يشوفها يقول احنا كسبنا خمسه بس لما تشوف الـ 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 الفرص اللي هو شالها هي اللي كسبتك خمسه بسبب بسبب الـ الـ التمركز واليقظه اللي هو فيها لا حاجه تتحسب له فده حاجه من الحاجات يعني اللي احنا برضو لما نيجي نتكلم ما اقدرش اقول انا لوحدي اللي عملت يعني ما اقدرش اقول انا لوحدي اللي كسبت ما اقدرش اقول انا اللي فزت بالبطوله لا كان في جهاز فني محتاجين يا كابتن عمرو معلش اتفضل يعني محتاجين انا مقتنع بدي بس انا في الاخر مش كرواجي لا ازاي يعني انا شايف ان لابد ان الاوان من حاجتين مهمين جدا ان يحصل اسلوب فني واحد تلعب بيه كل فرق النادي عشان اللعيب ما يفاجئش ان اللي مطلوب منه يوم ما يتصعد حاجه ما يعرفش عنها حاجه بس ده موجود عندنا ان يبقى في تنسيق يبقى الحمد لله دي حاجه اتعملت هو انا ما اعرفش هو مقصود ولا مش مقصود يعني بس انا لما تابع يعني انا لما رحت مقصود. النادي لما اشتغلت ورحت فبقى الطبيعي لما الـ الـ العدد لما قل عندي كده فبقيت انا اجباري لازم اتابع الفرق اللي تحتيه كلها على طول اروح اتفرج على ماتشات الدوري بتاعتها كلها وخصوصا اللي هي بتبقى موجوده عندنا في النادي فانا لاحظت ان القطاع كله او الفرقه كلها بتلعب بنفس الطريقه اللي بيلعب بيه الفريق الاول الفريق الاول يبقى ده اتعمل لا انا بقول لحضرتك لان انا الفتره كانت شهرين ونص الحاجه الثانيه اللي انا مقتنع خلاص انت لازم يبقوا حاجتين هدخل حاجه جديده لا تمام طالما ان في حاجه تتعمل الحاجه الثانيه ان لازم يبقى في معد نفسي يهيئ الناس لتحمل السن الصغير ده النجوميه طبعا لان انا لاحظت ان في اتنين تلاته اتكلمنا عليهم جامد جدا حتى انا وقعت في هذا الخطا ولاحظت بعد كده ان بقى عندهم شويه اتيتيود بقت شويه سلوك بقت شويه فرديه بقت شويه احساس الله هو انا ليه مش في الفريق الاول دلوقتي او انا طلعت اتمرنت مع الفريق الاول ففي حته ان انا مش منضبط تكتيكيا مع فرقتي عايز اعبر عن نفسي يعني كبر بقى على مش دول. كبر هو بيبقى لا احساسه بيبقى احساس داخلي مش غرور لا. لكن لا حاسس يعني نفسه شويه ما هو بقول احساس داخلي لا 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 يمكن عمرو خليك معايا انا معاك انا لعبت مع الفريق الاول مش مساله غرور بقى ده حاجه ده الغرور ده نصيبه لا ما قلناش غرور انما انا بتكلم في ايه لا انا عايز افضل في حسابات الفريق الاول فاعمل ايه لازم ابرز دوري لوحدي مش مع الفريق بقى فانا افضل العب وانا هنا ان انا لازم اتميز اظهر نفسي فما انضبطش تكتيكيا مع الفريق صدفك الموقف ده طبعا صدفك آه. لان احنا بنتكلم على اللعيبه بعينها محتاج ده ضروري بس اللي مش عندي اكتر يعني اللي عندنا يعني مع المحاضرات ومع الكلام ومع بتقدر النصيحه تزبط. لان هو كان حاله فالحاله دي لا بيجيبه عنده يعني عنده استعداد انه يسمع وعنده استعداد انه يرجع يعني انا عندي لعيب عندي حاله يعني انا عندي حاله اتعاملت معاه طبعا واستجاب لك واستجاب لان هو نفسه مقتنع بالكلام
طيب يبقى هو اذا ده بياكد كلامي انه ما بيعملهاش نتيجه ان عنده غرور او لا، ده هو مش واخد باله. لا لا لا، هي بتبقى حاله، ده هو بيبقى حاله يعني حاله انا بسميها كده، وهي بتبقى حاله من عدم الرضا شويه، ان انا ممكن ابقى في مكان احسن من كده، انا احق ان انا مش هقول ان انا العب ولا لا، ان انا ده جزء تاني، ده جزء تاني مهم جدا. طبعا وفي حد يعني يعني استأذن يكلمني لما اتكلمت عليه وقول لي وانا مش، قلت له لا، هو احنا لما نقول ان انت كويس يعني انت جاهز للفريق الاول؟ لا، مين قال كده؟ انت كويس يعني عندك استعداد تبقى لعيب كويس. بالظبط، عشان تبقى لعيب كويس ده ناقصك حاجات فنيه وحاجات سلوكيه وحاجات مع زمايلك وحاجات عقليه وثقافه محتاجين اذا محتاجين. بس طبعا بس احنا خبير. شوف انا هقول لحضرتك على حاجه، انا حتى دايما اقول للعيبه اللي معايا دايما كده على طول، الكوره لوحدها دلوقتي ما بتاكلش عيش، انت ممكن تبقى احرف لعيب في الدنيا وانت ما انتش ملتزم، مش هقول لك بقى ما تبقاش مهم لفرقتك، ما بتنجحش. رونالد يعني انا هقول والله نموذج رونالدينو ده يا اخي تقدر تدي بيه مثلا. طيب ما انا بتكلم، انا ما فيش ابدع من كده لعيب يعني، دي النقطه اللي انا بتكلم فيها. انت ممكن تبقى مش منضبط تكتيكيا، بس مش هقول لك مش ملتزم ولا النقطه اللي حضرتك اتكلمت فيها، حته ان انا ما مثلا بلعب وانا معايا الكوره بس، وانا معيش الكوره انا ماليش دعوه. قلت له هيجي وقت، انا بقول لعيبه كده دايما، اقول له هيجي وقت هتلاقي واحد اقل منك في الكوره يعديك، ملتزم تكتيكيا ومنضبط في الملعب وبينفذ الواجبات، هتلاقيه بيلعب عليك. صح، وتشعر انك مظلوم بقى ساعات. ليه بقى؟ وحصل كتير. ليه بقى؟ لان الكوره دلوقتي بقت واجبات، ما بقتش مهارات شخصيه. انا بكلمك بمنتهى الامانه، انت النهارده لو عندك 11 لعيب في الملعب هتبقى محتاج منهم واحد اتنين بالكتير، دول اللي انت ممكن تستحملهم شويه في الملعب. بالزبط. ما يبقوش، مش عايز اقول مش منضبطين تكتيكيا، بس منضبطين بنسبه اقل شويه. انما اكتر من كده انت مش هتقدر تستحمل، توقع فرقه. والدليل على كده في اي تقسيمات طول عمرنا، لو الهجوم بيلعب الدفاع، الدفاع يكسب. بيكسب طبعا، لان الدفاع متعود على الانضباط والتغطيه الكره. بص والصرامه. بص انا زمان كانت في مقوله مشهوره جدا، الهجوم خير وسيله للدفاع. عشان لا، النهارده انت لو ما بتدافعش كويس مش هتكسب كل الالعاب. لا، الدفاع خير وسيله للهجوم. لا، كل يعني الالعاب. انت النهارده، انا دايما برضو في كلمه بقولها مهمه جدا للعيبه عندي، خصوصا في المحاضره بتاعه الماتش، طول ما انت بتدافع كويس، طول ما انت مش هيجي فيك جون، طول ما النتيجه 0-0 انت ممكن تجيب جون في اخر دقيقه تكسب. كمان عكس ما يجي فيك جون هتبقى مضطر. كمان في حاجه يا كابتن، الدفاع عايز تكسبه. كان زمان يقول لك خط النص اللي بيبني الهجمه. لا، دلوقتي بتبدا من تحت، الدفاع هو اللي بيبدا من حارس المرمى. من حارس المرمى. طب انا اقول لك حاجه، في الباسكت بول كده، في الفولي بول كده، في الهاند بول كده، هو الخط الخلفي، الخط الخلفي اللي بيدي لك فرصه انك تعمل كونتر اتاك وتعمل. انا النهارده في الدوري بتاعنا دوري قوي، لان انت النهارده اللائحه بتاعت المسابقه بتسمح لك ان انت تاخد ثلاث لعيبه من الفريق الاول يلعبوا معاك. ده بغض النظر عن اللعيبه اللي هي 97 و98 اللي هي ممكن تكون بتلعب في الفريق الاول. لا، بينزل ممكن ينزل معاك ثلاث لعيبه من الفريق الاول يلعبوا معاك. ده اهميه البطوله دي. بالظبط، الدوري ممتاز. انت بتسجل في كل سنه، كل فئه عمريه بتسجل 25؟ المسابقه اللي هي الكبيره دي تقريبا 30 لعيب. 30؟ المسابقات اللي تحت بقى اللي هي من البراعم والفرق اللي هي بتبدا بتبقى مفتوحه شويه. مفتوحه. فانا يعني تصديقا للكلام اللي انا بقوله، احنا ثلاث مباريات كسبناهم في ما بين الدقيقه 85 وما بين الدقيقه 90 والدقيقه 92 و93، يعني سموحه كسبانينه في الدقيقه 94 بلس 90 يعني. الداخليه كسبانينه. الظاهره اللي بدات بكلمك بامان، الداخليه في الدقيقه 94. اتحاد سكندري في الدقيقه اقول لك ايه 88. بيراميدز ده ماتش بيراميدز، الجون ده الجون ده في اخر 7 دقائق في الماتش. فده يثبت، يعني ده يثبت الكلام اللي احنا بنقوله. يعني احنا خط الظهر بتاعنا وخط الوسط المدافع في مباراه بيراميدز دي، طبعا احنا يعني اتعمل علينا هجمتين ثلاثه خطر في بدايه المباراه، لو واحده فيهم دخلت جون ما كنتش فضلنا يعني احنا ماشيين، يعني زي ما بنقول ايه، ماشيين الماتش زي ما احنا عايزين. اذا اخر حاجه عايز اسالك فيها، انا مقتنع ان لعيب النادي الاهلي وخصوصا المقيم، لان احنا عندنا استراحات وعندنا ناس مغتربين وعندنا هو احنا مش محتاجين الولاد دول يجي لهم كل شهر
ايقونه من ايقوناتنا. كنا بنعمل كده يا كابتن، تقعد وتتكلم معاهم وتحكي لهم على الاهلي وتحكي لهم على نفسهم وتجاربهم عشان يطلعوا. الفتره الاولانيه اللي انا كنت فيها في القطاع اللي هو اول انا ما بدات في التدريب وابتديت يعني اتدرج انا نفسي في الفرق، جه علينا وقت كنا بنعمل كده، بنجيب لعيبه من الفريق الاول يقعدوا مع اللعيبه ونجوم تقال ايوه انا بقول، وحتى المبطلين يعني جه هادي خشبه، جه ابو تريكه، جه حسام غالي، جه كانوا بيقعدوا. لا انا عايز يبقوا جايين من خلال برنامج بقى. ايوه انا بقول لحضرتك احنا بنعمل محاضره مهمه، بنتكلم طب وليه بنجيب اللي هو طبعا لان كل اللعيبه دي نفسها. كل اللعيبه دي بصه، كل واحد ليه مثل اعلى في الفريق الاول بيحكي له يعني تجربته الشخصيه بيخليه يتحمل. بالظبط كده بالظبط، بيجي يقول يا جماعه انا بديت كذا وعملت كذا وتعبت في كذا وحاربت في كذا وجالي وقت ما كنتش كويس. والنادي الاهلي عباره عن النادي الاهلي وتاريخه عباره عن واحد اثنين مواقف، فاللعيبه دي نفسها تحس ان الامل موجود. ثلاث حاجات، عدم تدرب عدم تدرب الجيل ده بتاع الشباب في ملعب التتش يفرق؟ وجودهم في الجزيره كان بيفرق؟ يفرق في حاله واحده بس، انه هيبقى في متابعه مستمره من الجهاز بتاع الفريق الاول، وهو بيبقى عنده الاحساس بقى. انا هقول لحضرتك يعني لو متابعه من اعضاء الاهلي جمهور تمام. لا ما هو الاعضاء موجودين في مدينه نصر زي ما موجودين في الجزيره. لا انا بتكلم على الحته بتاعت الجهاز الفني بس، دي كان قايم بيها بصراحه كابتن سيد عبد الحفيظ، كان بيحضر كتير. انا الفتره اللي انا يعني اللي انا اشتغلت فيها دي جالنا ثلاث مباريات اربع مباريات من المباريات اللي عندنا، هو وواحد من المساعدين بتوع الولاد دول الناشئين لما بيبقوا بيشوفوا الفريق الاول ومتعايشين معاهم ورايحين جايين وده كده مظبوط، تفرق غير ما هناك تفرق. لا عشان كده هو عشان كده بقول هو يعني كابتن سيد عوضها يعني كل الماتشات بيجي هو وسيبستيان برضه. لا مش هيقدر يعوضها زي ما كنت، مش قصدي، انا قصدي اللعيبه لما تحس ان مدير الكوره مهتم وجايب المدرب العام معاه وجايب واحد مدرب اجنبي كمان بيعالج يعني جزء من المشكله، لكن بالظبط اللعيب نفسه بيحس ان فيه اهتمام، بيحس ان انا ممكن الراجل ده لما يشوفني انا كويس انا ممكن الاقي نفسي بتمرن، ممكن اخد مباراه وديه، ممكن مع يعني ما هو ده اللي حصل مع عربي. مع عربي اتشاف ازاي؟ اتشاف كده في مباراه. انا كنت موجود يوميا في نادي مدينه نصر والكابتن جاسد كان جاي يتفرج عليه تحديدا. طيب وجايب حد من الجهاز. طيب فجه هو وسيبستيان جم قعدوا اتفرجوا، الراجل ده كويس طب تعالى اتمرن معانا، جه شافوا لاسارتي عجبه بقى موجود. ما بيلعبش لان هو عنده يعني لسه بالظبط يعني ده ولد انت بتتكلم وليد 2001 بتقول التمرين مع الفريق الاول وانه يبقى مع اللعيبه الكبار اللي هو بيشوفهم مع مدرب برضه. طب ده يقدر يتحمل الخطوه يروح ويتمرن مع الفريق الاول وبعدين يرجع ينزل؟ ده اللي انا قصدي عليه. هو بيرجع يلعب. ما بيرجع يلعب عندك بس هو دماغه خلاص. طب ما هو في لعيبه من الفريق الاول من اللي هي ما بتلعبش بتنزل تلعب معاهم. ليهم حق في ثلاثه. انت مش فاهم قصدي. انا قصدي من الناحيه النفسيه ده اللي انا قصدي عليه بقى، ان يبقى هو مهيئ لان دي طبيعه. ما هو الـ 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 الجهاز الفني بيقول له. بيقول له اكتر حاجه اكتر حاجه هتجهزك هي المباريات. بالظبط. وهو لما يلاقي هو نفسه لما يبقى هو لعيب صغير اولا بيلعب مع فرقه يعني اكبر منه فرقتين، يعني هو معدي ال 2099 وبيلعب مع 97، ويلاقي حد من الفريق الاول بيلعب معاه. بالمناسبه يعني ال 97 اخبارها ايه؟ هيبقى فيهم 97 ولا لا؟ هو اخر حاجه الاتحاد الكوره اعلن ان مفيش 97. لا رجعوا قالوا انه في. لا رجعوا قالوا هيرجع. قالوا لمصلحه المنتخب الاولمبي. شوف غريب عاوز. شوف انا هقول لحضرتك على حاجه، انا مقتنع اقتناع تام. اي سن ليه منتخب لازم يبقى له مسابقه. لان انت النهارده حتى اللعيبه ما عندكش التوقفات الكافيه للمنتخب. لا ليه؟ انا معلش اللعيبه اللي هي بتبقى جاهزه. لا بالظبط، اللعيبه اللي هي بتلعب في الانديه اعارات، اللعيبه دي لو مش متايده تحت السن مش هتلعب. صح. مش هتلعب في الدوري الممتاز. مش هتفضل موجوده. بالظبط بالظبط. مش هتلعب في الدوري الممتاز ده، هو واخد الفرصه عشان متسجل ناشئ. بالظبط. وبتطلعه مش عيب في القايمه، فبتخدم المنتخب. النادي يشوفه، وزي ما الاستاذ ابراهيم قال النادي يشوفه واللعيب يستفاد واللعيب اللي هو رايح له استفاد. صحيح. والمنتخب استفاد، لان انت النهارده اللعيب ده لو ما فيش المسابقه دي هو مش متايد تحت. يعني القرار اللي انا قريته ما اعرفش ده رسمي ولا مش رسمي، هو اتقال وبعد كده رجعوا في كلامه ان هو ان انت خمس لعيبه. طب ما انا اوريدي عندي خمس لعيبه موجودين عندي في الفريق الاول في النادي الاهلي وعندي 12 لعيب بره. ال 12 لعيب دول هيروحوا يعني هشوفهم فين؟
لو انت حكمتني مش هياخدهم ما دام مش لو انت حكمتني بخمس لعيبه 97 ايده، طب انا اشوف الخمسه وال12 التانيين او ال10 التانيين. ما كنتش عايزك تقول دي عشان دي يمكن اللي تخليهم ممكن يصمموا على انه يصمموا على ايه يمشوا لك للدرجات الاتحاد ممكن يعني انا بكلمك بصراحه يعني ايه لا انا الدرجات الاتحاد ممكن يعني هو طبعا اتحاد الكره ده تنتظر لا يعني بهزر دي لا لا ما انا بهزرش طبعا خلي بالك لا انا بتكلم ان احنا كل الانديه حتى بما فيهم الزمالك بص كابتن عدلي كابتن عدلي انا عاوز ان احنا يعني يمكن انتوا قربتوا تختموا لا انت بتلعب ضربه النهايه فاضل دقيقتين شوف الحصانه بتفرق برضه شوف شوف الحصانه بص حضرتك ان كنا عاوزين نعمل كره قدم حقيقيه في مصر ايوه فلازم يكون احنا نشتغل شغل احترافي شوف لو الناس دول مجلس اداره اتحاد الكره ده لو هم مش فاضيين يجيبوا ناس محترفين يديروا الكره المصريه وانا بقولش ان هم اللي يديروها بنفسهم هما يجيبوا ناس تعمل تخطيط استراتيجي للكرة المصرية ما هو المفروض ان في يا باشا ما فيش كل الكلام المفروض في مدير فني للاتحاد وهما بيتاخدش رأيه ما لا مع احترامي مين اللي اتخذ رأيه قبل كده المدير الفني ولا البوهري ولا فاروق اللي اتعملت قبل كده وقالت 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 وقالت, وقالت فتح نصير ما حدش عمل بص ما حدش عمل حاجة مجلس إدارة عايز يكوش على كل حاجة وعاوز يعمل كل حاجة لازم تتعمل بقى ايه لجنة فنية محترفة لازم يتعمل اللي هو رابطه الانديه المحترفه ان كنا عاوزين الكره المصريه دي تعدي كنا عايزين نتكلم في حاجات كتيره بس ده هامنا الوقت للاسف كل سنه طيبين وكل سنة وكل اللي اتمنى ان شاء الله ان منتخب مصر ياخد كاس الامم يا رب ان شاء الله كلنا ورا المنتخب اكيد كلنا بنتمنى الافضل لهذا المنتخب لان ده تاريخ بيتسجل ما بيتقالش في وقت مين أكيد. يعني انت لو قول لي اسم اتحاد الكوره في 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 الخمس بطولات ولا ست بطولات ولا سبع بطولات اللي خدناها مش هتتذكر لكن هتتذكر مصر كسبت كام بطوله لا معلش عاوز اقول معلش قبل ما نختم عاوز اقول حاجه لما مصر تاخد كاس الامم ده ما حدش بقى لي فضل فيه لان الوضع الطبيعي ان بطوله كله يخدم في ملعبك ان لا الوضع الطبيعي ان انت تروح كاس العالم الوضع الطبيعي ان انت تاخد كاس الامم شكرا جزيلا الناقد الرياضي الكبير وعضو مجلس النواب وانا حريص على عضو مجلس النواب عشان الحصانه ربنا يخليك استاذ رضوان الزياتي شكرا جزيلا ليك كابتن عمرو انور نجم الاهلي ومدرب او المدير الفني لفريق الاهلي للشباب شكرا جزيلا ليك ده انا اللي بشكركم ان انا كنت معاكم النهارده الناس اسمعك وانت بتتكلم بالطريقه الفنيه دي وطمنت من خلالك يعني على مستقبل الاهلي يعني انا سعيد جدا النهارده والله اهلا شكرا جزيلا دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وخير ممثل لمصرنا الغاليه تصبحوا على خير وحتى نلتقي شكرا لكم